السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيب قلبي، أبشركم بشارة توها جايتني قبل شوي. تم كفالة يتيم لمدة سنة كاملة من هذا الشهر فقط لمن يساهم معنا في نشر هذا المقطع. إيش الطريقة يا أبو شارع؟ والسبب اللي خلانا نكفل هذا اليتيم المدة لمن ينشر المقطع. جمعية البر بغميقة عندهم أكثر من 150 يتيم انتهت كفالتهم وينتظرون أحد يكفلهم. ولا يخفى عليكم يا حبايب قلبي الأجر الكبير اللي بيحصل عليه كافل اليتيم، إنه بيكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مسح مسحة على رأس اليتيم لك بكل شعرة حسنة. كيف إذا كفلت بشكل شهري؟ اسألوا كل من كفل يتيم كيف كانت البركة في نفسه وفي أهله وفي ماله، بركة عظيمة. اللي يبغى المقطع هذا يا إخواني يرفع الشاشة كفوق ويطلب منهم، وبحط لكم بروشور حقهم تواصلوا معهم.